يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعاً مهماً هو الأول خلال العام الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماعه اليوم الأربعاء. المزيد نتابعه في العرض التالي. ترقب في الأسواق لاجتماعات البنوك المركزية العالمية الكبرى هي الأولى في مستهل 2023، وسط آمال في أن يقود الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسيرة إبطاء وتيرة رفع الفائدة بعد عام شهد واحدة من أقوى موجات التجديد النقدي لكبح التضخم. الفيدرالي الأمريكي يعقد اجتماعه الأول هذا العام وسط توقعات بأن يكتفي بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط لتصل إلى 4.75% بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات العام الماضي بإجمالي 425 نقطة أساس من مستوى يقترب من الصفر، وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض وساهم في تباطؤ معدل التضخم إلى مستوى 6.5% في ديسمبر الماضي الذي وصل لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود. عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه لبحث أسعار الفائدة في أول اجتماع له في 2023، وسط توقعات بمواصلة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار لتصل إلى 3%. وعلى عكس المعتاد يبدو أن المركزي الأوروبي هذه المرة لن يسير خلف الفيدرالي الأمريكي، حيث أكد مسؤولو السياسة النقدية الأوروبية عزمهم مواصلة رفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى مستوى 2%. في بريطانيا التي تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة على خلفية ارتفاع الأسعار وتداعيات بريكسيت، فإن التوقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 4% في اجتماعه المقبل.